أول حاجة كما دائما كنبغي نشكر المجموعة على الأداء اللي كيقدموا دائما صراحة يعني لا كما كنقول لا استمرينا بنفس الأداء وهذا إن شاء الله قدروا إن شاء الله نحقوا المبتغى. وبالمناسبة كنبغي نشكر الجماهير اللي حضرت معنا واللي تعذر عليه، كنتمنى ان شاء الله ان في المباريات القادمه انهم يحضروا ويزيدوا يساندونا ان شاء الله باش ننجحوا كاملين ان شاء الله. والسبب هذا هو رضا الوالدين والعمل واللي كيخليك دائما تكون مزيان. فالحمد لله كما دائما صراحه كنبغي نشكر الاصدقاء ديالي ولا المكونات كامله ديال النادي لان دائما كيساندوني ودائما كيبغيو يشوفوني مزيان. الحمد لله كنتمنى ما نخيبش الظن ديالهم ان شاء الله ونستمر ونزيد نجتهد اكثر ان شاء الله ونعطي كل ما عندي لهذا الفريق هذا اللي صراحه فريق كبير وكيستحق انه يفرح. ولهذا فان شاء الله كنتمنى ان شاء الله نستمر. شكرا لك.